بيان ثبات جنودنا ولله الحمد، وذلك لأنهم يحاربون ويقاتلون عن عقيدة لا شك فيها، ولا اضطراب ولا ارتياب، فهم يقدمون أنفسهم من أجل ماذا؟ من أجل رفعة راية لا إله إلا الله، ومن باب الحفاظ على هذه البلاد التي هي واجهة العالم الإسلامي، فهي للعالم الإسلامي بمنزلة الرأس من الجسد، ولذلك يجب أن يحافظ عليها كل مسلم وليس كل سعودي. فهذا يدل على ثبات هؤلاء الجنود، ولله الحمد نرى ثباتهم ونرى أنسهم وفرحتهم بالدفاع عن هذه البلاد. ومن ثم فواجب علينا أن ندعو لهؤلاء الجنود، أن ندعو لهم بأن يثبتهم الله، وأن يشفي جريحهم، وأن يجبر كسيرهم، وأن يتقبل شهيدهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل شر.